تحتفل الجزائر باليوم العالمي للرياضيات الذي أقرته منظمة اليونسكو في 14 مارس من كل عام، وتحتضن كل من ثانوية الرياضيات بالقبة والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة فعاليات الاحتفال بهذا اليوم. ومن المدرسة العليا للرياضيات أشرف اليوم وزير التربية الوطنية ووزير التكوين والتعليم المهنيين بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي وممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشرفوا على الاحتفائية التي ينشطها مختصون وأساتذة باحثون في مادة الرياضيات. وينتظر أن يرافع الحاضرون عن دور الرياضيات في تحقيق التنمية خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بالنظر إلى مكانتها الفعالة في ازدهار المجتمعات الحديثة. إن الرهان على الرياضيات في بلوغ هذه الغاية يتطلب إعداد أجيال متميزة تتمتع بعقول مبدعة ورؤى ثاقبة وأفكار خلاقة. وفي ظل الصعوبات والتحديات التي يعرفها واقع تعليم وتعلم الرياضيات، هي انشغالات حظيت باهتمام كبير في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية، وتطرح على كل المعنيين بتعليم وتعلم مادة الرياضيات من أساتذة ومفتشين في المراحل التعليمية الثلاث، حيث يفسح المجال واسعا أمام كل الطاقات الحية التي يزخر بها قطاع التربية ببلادنا.